تشاهدون أحبة المشاهدين الحالة المأساوية الصعبة التي تعيشها العوائل التي خرجت للتو من المدينة القديمة في الموصل، يعني معاناة إنسانية صعبة. الآن قطعات جهاز مكافحة الإرهاب تحاول إخلاء العجلات من الجنود، وأيضا نقل المدنيين ونقل المصابين الذين يتعرضون لإصابات جراء استهداف تنظيم داعش لهم. كما ترون الحالة المأساوية الصعبة التي يتعرضون لها. الحمد لله على السلامة حجية. الله يسلمك أبويا، الله يرضى عنكم. مشلول جلطة. إيه من سوق شعري هنا كنا محصورين، هنا احنا كنا بدت شا وجينا على المقدمه هنا وانحصرنا، بعد لا انتم تجونا ولا حصرونا. ان شاء الله راح ينقلون. الله يرضى عنكم، الله يرضى عنكم ان شاء الله، يحفظكم الله ان شاء الله. بدنا نطلع عليكم يضربونا بالاسلحه مالتهم، يقولون تطلعون على المرتدين، والله هم المرتدين والله. دي الله هم هذول الداعش يقولون وين بدك تطلعوا وين؟ ايه نقول لهم يا بدنا نروح نخلص، بدنا نروح بس ناكل نشرب. يقولون تظلون هنا وتموتون حالكم من حالنا. لا توقع، حول هنا. كما تلاحظون قطعات جهاز مكافحة الإرهاب الآن تقوم بإخلاء العجلات من الجنود من أجل نقل المدنيين المصابين من المدينة القديمة، ونحن أيضا برفقة الأبطال قمنا بإخلاء المكان الذي كنا فيه داخل الهمر. كما تلاحظون المدنيين الذين نزحوا من المدينة القديمة والأوضاع المأساوية الصعبة التي تعاني منها العوائل المدنية، مستمرين بهذه التغطية لحين انتهاء المعارك ولحين إخراج آخر داعشي من مدينة الموصل. دير بالك حبيبي، طيهم مي عندك؟ طيهم مي. جيب 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 عندك ماي؟ ماكو ماي؟